بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين استغفر الله ربي وأتوب إليه وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما اذا كان بينهما حكومه رافعه للتعارض والخصومة. بعد ما ذكرنا تعريف التعارض في درس القابل ووضحنا تعريف المختار الاخون رضوان الله عليه، قلنا ان على اساس تعريف الاخون يترتب هناك بعض النقاط والان نبين هذه النقاط. في الحقيقة ما نذكرها الآن ثمرات تقتطف من أي شيء من تعريف الآخر رضوان الله عليه للتعارض المصطلح، وأنه موارد التوفيقات الأرفية، موارد الجمع الأرفي، الحكومة والورود كلها تخرج عن تعارض المصطلح لأجل هذا لا ينطبق عليها أحكام التعارز كالتساقط والتخيير وأمثالها. يقول وعلى ما ذكرنا من التعريف فلا تعارض بين الدليلين بمجرد تنافي مدلول الدليلين إذا كان بين الدليلين حكومة رافعة للتعارض والخصومة بعض الأوقات أحد الدليلين يكون حاكما والثاني يكون محكوما كيف بأن يكون أحد الدليلين قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر. مقدماً كان أحد الدليلين أو كان مؤخراً بعبارة أخرى يقول أن الحكومة كلها موارد الحكومة تخرج عن تعريف التأرز ويشمل في بحث الجمع الأرفي وطبعاً في زمن هذا الباحث يعرف الحكومة أيضاً أن تعريف الحكومة ما هو يقول تعريف الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا الى دليل الاخر ولكن تعبدا بعنايه التعبد وهذا التعبد في الحقيقه يبين كمية دليل المحكوم إما يوسع موضوعه وإما يضيق دائرة الموضوع مثلا هناك روايات يقول ما هو إذا شككت فابن على الأكثر دليل الثاني ماذا يقول لا شك لكثير الشك إذا شككت فابن على الأكثر يدخل فيه من يدخل فيه كثير الشك أيضا لأن الشك هو أيضا ولكن دليل الثاني يقول لا شك لكثير الشك ليس لسانه لسان التخصيص بل لسانه ما هو التصرف في الموضوع ذيقا يذيق يقول ما هو كأنه كثير الشك شكه لا يكون شكا ولكن بعناية التعبد ادعاء نقول الشك كثير الشك لا يكون شكا فنخرج كثير الشك عن موضوع الحديث المحكوم وطبعا من هذه الجهات نرى أن الحكومة مثل التخصيص يكون يعني من جهة على ما هو التضييق ولا يخفى أنه هناك فرق أساسي أن في التخصيص إخراج يكون حكميا لا يكون موضوعيا بينما في الحكومة إخراج يكون موضوعيا لا يقول في كثير الشك لا تبني على الأكثر يقول الشك كثير الشك لا يكون شكا طبعا إذا لا يكون شكا يعني إذا يخرج عن دائرة الموضوع حكمه أيضا يختلف عن حكم الشك بعض الأوقات حكومة المصطلح توسع دائرة الموضوع كما ورد أنه ما هو التواف بالبيت صلاة على ما هو التواف بالبيت صلاة الصلاة تحتاج إلى الوزو تحتاج إلى الطهارة تواف المصطلح إذا يكون صلاة يعني يأتي أحكام الصلاة من حيث الطهارة في التَّوَافِيَ إذا فنحسب التواف من أفراد الصلاة ولكن بعناية التعبد لو لم يكن هذه الرواية لو لم يكن دليل الحاكم لم يكن بإمكاننا هذا الشيء انه نجعل هذا ما هو من افراد ذاك، نجعل التوافى من افراد الصلاه، وهذا اذا فرق اخر ان التخصيص دائما يذيق بينما الحكومه قد يوسع وقد يذيق دائره الدليل المحكوم. مهم هذا كله في تعريف الحكومه فالحاكم والمحكوم مصداق الأول من مصادق التي تخرج عن تعريف التعارض المصطلح هذا هو المهم بأن يكون أحد الدليلين قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان هذا الدليل الحاكم أو مؤخرا هذه هي النقطة استدرادية في الحقيقة وناظر إلى كلام الشيخ رضوان الله عليه شيخ الأنصار يقول دليل الحاكم ودليل المحكوم دليل الحاكم لابد ان يكون مؤخرا لانه ناظر الى المحكوم، وبما انه يكون ناظر فلابد ان يكون هناك منظور اليه حتى هذا يكون ناظرا اليه. صاحب الكفايه يقول لا يكون هكذا، دليل الحاكم قد يكون مقدما من جهه صدوره او من حيث صدوره بالنسبه الى دليل المحكوم وقد يكون مؤخرا من هذه الجهه. هذا الشرط لا يكون لازما في بحث الحكومه، إذا كلاهما يقبل أن في الحكومة نحتاج إلى النظر، والنظر كيف يكشف؟ كيف نعرف أن هذا الدليل ناظر إلى دليل الآخر؟ نقول يكشف من هنا، لو لم يكن دليل المحكوم صدور دليل الحاكم والتشريع الموجود في دليل الحاكم يكون لغوا ولا يترتب عليه أي فائدة. جيد اذا بحث الاول انه ما هو على اساس هذا البحث نحن وصلنا الى هذه النتيجه ان الحاكم والمحكوم كلاهما خارجان عن تعريف التعارض المستقر وايضا او كان الدليلين هذا مورد صانع من موارد التي تخرج عن تعريف الاخوند ولكن على اساس تعريف المشهور حسب ادعائهم يكون شاملا في تعريف التعارض أو كان الدليلان على نحو إذا عرض على العرف وفق بين الدليلان بالتصرف في خصوص أحدهما عرف يتصرف في أحد الدليلين كما هو مترد ورائج في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوين الموضوعات الأولية مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مع مثل الأدلة النافية للعسر مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأدلة النافية للحرج مثل وما جعل عليكم في الدين من حرج وأيضا ما هو والذرر مثل لا ذرر ولا ذرار ومثل أدلة الإكراه والإزرار رفع عن أمة تسعات وما أكره عليه وما اضطر إليه نقلناه في بحث البراءة مما يتكفل لأحكام الموزعات بعناوينها الثانوية في دوران الأمر بين الأدلة الأولية والثانوية عرف يقول أدلة الثانوية تتقدم على الأولية ويجب التصرف في الثانوية نتصرف في أدلة الأحكام نتصرف في أدلة الأحكام الأوليات بمقدار تنسجم وتتلاءم مع الأدلة الثانوية نقول الصوم واجب إلا ما أذر الصوم واجب إلا ما يجب الأسر والحراج الصوم واجب إلا ما يجب على يهال ما هو الاضطرار والإكراه مثلا حيث يقدم في مثل الدليلين يعني أدلة الأولية والثانوية الأدلة النافية، ولا تلاحظ النسبة بين الدليلين أصلاً. أورف يقول لا نحتاج أنه هل نسبته ما عام وخاص أو مطلق ومقيد. يقول هذا المورد مورد خاص مع قطع النظر عن النسبة، حتى إذا كان نسبة الدليلين عموم وخصوص من وجه. مع هذا أدلة الأحكام الثانوية تتقدم على أدلة الأحكام الأولية هذا هو إدعاء الآخون ويتفق في غيرهما كما لا يخفى وطبعا ويتفق الدليلان في غير عناوين الأولية والثانوية كما لا يخفى على يَهَالُ فقط في مادة الاجتماع ماذا نفعل؟ نقدم الثانوية على الأولية ولكن في غير مادة الاجتماع كل يؤخذ بمدلوله ولا يوجد فيه أي مشكلة إذا هذا مورد الثاني عن الموارد التي بناء على تعريف الكفاية يخرج أن تعرف التعارض وعلى أساس رأي المشهور يكون شاملا فيه مورد الثالث أو بالتصرف فيهما يقول أو بالتصرف فيهما هذا عطف على إيهال بالتصرف على خصوص أحدهما هناك قلنا وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما أو بالتصرف فيهما يعني في كلا الدليلين هم عرف يتصرف في دليل الأول وهم في دليل الثاني فيكون مجموعهما مجموع الدليلين قرينة على التصرف فيهما في الدليلين على مثلا ثمن العذرة السحتون لا بأس ببيع العذرة طبعا هل هذا المورد يكون عرفيا أم لا هذا بعد تابع استظهار الفقيه ببالغ الأسف في بعض الأحيان جمع بين الدليلين بقسم ربما أبناء العرف لا يرونه مصداقا للجمع العرفي ألا يهال لا بأس ببيع الأذرة أي عذرة البهائم ثمن العذرة من السهد أي عذرة الإنسان نتصرف في كلاهما ونجمع بينهما بالجمع العرفي لو نقبل مثل هذا الجمع الذي ارتكبه شيخ الطائفه رضوان الله عليه شيخ التوسيط فنقول هذا اذا يخرج من باب التعارض المستقر، ولكن لقائل ان يقول لا هذا المورد نحن لا نقبل كلام الشيخ، هذا لا يكون جمعا عرفيا ويندرج في تعارض المستقر كما هو الظاهر الحديثين. مورد الرابع من موارد التي تخرج ان تعرف الاخون او يكون ما هو التصرف في احدهما المعين ولو كان أحدهم المعين من الاخر اظهر هذه النقطه اذا النقطه مهمه هناك دليلان الله يهول بينهما تعارض كلاهما تام السند كلاهما تام الدلاله فقط احدهما اظهر من الاخر احدهما ظاهر والاخر اظهر نقول ولو كان اظهر على الحال بعض الاوقات عرف يتصرف في نفس الأزهر على يقدم الظاهرة على الأزهار ، على يهال وهذا لا بأس به على يهال وعرفا بعض الأوقات يقع مثلا يتصرف في أحدهما لكي ينسجم مثلا بعض الأوقات أفرز كلاهما من الدليلين أو يكون ما هو كلاهما يكون خاصا ولكن لو نرتكب التخصيص مثلا يستلزم التهجن اه يستلزم اه التخصيص المستهجن تخصيص الاكثر وامثاله مثلا او احدهما بنحو اصلا لا يقبل التخصيص ففي مثل هذه الموارد نتصرف في الدليل الثاني مثلا وهذا لا باس به مهم هنا صاحب الكفايه يشير الى نقطه مهمه أنه أبناء الأورف لا يرون أن أحدهما أظهر والآخر ظاهر ولو كان أحدهما أظهر والآخر ظاهر مادام كلاهما تام السند والدلالة في بعض الأحيان أبناء الأرف يتصرف في أحدهما ويجمع بينهما مثلا لو يتصرف في ثاني يوجب تصرف القبيح تخصيص الأكثر يتحقق في الأول لو نتصرف كلاهما عام مثلا في رتبة واحدة هذا المشكلة أو هذه المشكلة لا تتحقق، فالعرف يقول نجمع بينهما، طبعا بشرط أن يكون هذا عرفياً، هذا المورد مثل مورد السابق أنه نتصرف في كلاهما، أو نتصرف في أحدهما، نحن أيها الأبناء العرف في هذه المسألة، لو يت لو يثبت أنه عرفي لا بأس، هذا إذا يخرج عن التعارض المستقر وطبعا ما هو يشمل في أي شيء يشمل في الجمع الأرفي ولا بأس به هذا كله بالنسبة إلى أي شيء بالنسبة إلى سمرات تعرف الآخون وأنه لو عرفنا التعارض هكذا أنه تنافي الدليلين لا تنافي المدلولين يترتب عليه هذه السمرات المحمة موارد الأربعة تقريبا كلها أخرجناها أن تعرف التعارض وجعلناهما من موارد الجمع الأُرفي مثلا بنحو العام ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية هذا بعد بحث جديد صاحب الكفاية الأن من هنا يدخل إلى آخر الفصل الأول في مطالب التي تقريبا جلها تكون تكرارية وفي ضمن بحث الاستصحاب نحن ذكرناها ولكن على حال بطبيعة الحال وعلى طبق الكفاية لابد أن نمشي وأن نقرأ هذه الأبحاث ولذلك نقول ولأجل نفي التعارض بمجرد تنافي مدلولي الدليلين نقول صرف التنافي بين مدلولي الدليلين لا يجب التعارض كما يكون في الحاكم والمحكوم طبعا على حسب فهم الآخون رضوان الله عليه ولأجل نفي التعارض بصرف تنافي مدلول الدليلين وأن التعارض يحتاج إلى تنافي الدليلين تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية بين الأصل والأمارة لا يتحقق التعارض أحد لم يقل أن الاستصحاب وخبر السقاء في مورد واحد يوجب التعارض خبر الثقة يدل على حرمة صلاة الجمعة استصحاب يدل على وجوب الجمعة فيتحقق التعارض بينهما أبدا لا يكون كذلك فإنه لا يكاد يتحير أهل الأرف في تقديم الأمارات على الأصول بعد ملاحظة الأصول والأمارات أرف هنا إذن لا يبقى في الهيرة فهذا إذن يخرج عن دائرة التعارض فإنه لا يكاد يتحير أهل الأرف في تقديم الأمارات عليها على الأصول بعد ملاحظة الدليلين يعني بعد ملاحظة الأمارات والأصول حيث لا يحزن منه من تقديم الأمارة محظور تخصيص أصلا هنا لا يكون أي تخصيص لو نقدم خبر الثقة على الاستصحاب ليس من لازمه تخصيص لا تنقذ اليقين بالشك لا تنقذ اليقين بالشك من الأول لا يأخذ مورد الأمارات تخصصا الأمارات تكون خارجة عن كبريات الاستصحاب ولكن بخلاف العكس عكس ما هو لو نقدم الأصول كالاستصحاب على خبر الثقة فمن لازمه تخصيص أدلة أخبار الثقة أدلة أخبار الثقة تفرز هجية أخبار الثقة حتى إذا كان الاستصحاب جاريا في مثال صلاة الجمعة أدلة هجية خبر الثقة تقول ما هو هنا يجب الاخذ والفتوى على اساس خبر الثقه دون الاستصحاب مثلا. لو ناخذ بالعكس يعني لو نقدم الاستصحاب على الأمارة فانه فان العكس يلزم من هذا العكس مهذور التخصيص بلا وجهين. يعني نتصرف بالتخصيص في ادله هجيه الامارات بلا مخصص وهذا اذا محال. كيف يُعقل أن يقع التخصيص بلا مخصص كل معلول يحتاج إلى الإلة فهذا محال أو لا يلزم منه محذور التخصيص بوجه دائر كما أشرنا إلى هذا الوجه في أواخر الاستصحاب هناك في بحث الاستصحاب بعد التنبيهات ذكرنا هذه النكتة أن الأمارات تقدم على الأصول وعكسه إما يوجب مخصص تخصيص الدوري ما تخصيص بلا مخصص وكلاهما محال تخصيص الدورة اجماله يكون هكذا ان تخصيص ادلة خبر الثقه بواسطه الاستصحاب متوقف على حجيه اخبار الاستصحاب في مورد خبر الثقه يزن وحجيه ادله الاستصحاب في مورد خبر الثقه متوقف على تخصيص أدلة هجية خبر الثقة بواسطة أدلة الاستصحاب وإلا لو لا نخصص كيف نفهم أنها حجة حتى في مورد الذي هم يجرى فيه خبر الثقة وهم يجرى فيه الاستصحاب مثل وجوب صلاة الجمعة على أي حال هذا كله بالنسبة إلى هذا البحث أن هذا التقديم يكون من قبل أي شيء من قبيل الورود كما ذكرنا هناك ما هو في بحث الاستصحاب أيضا وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها هذا بعد يكون بحثا جديدا وهذا البحث الجديد في الحقيقة طبعا بحث جديد من حيث المحتوى وإلا نفس الموضوع يمشي أنه لماذا نقدم الأمارات على الأصول العملية وما هو وجه التقديم وهذا البحث كما قلت لكم يكون بحثا تكراريا أيضا قد مضى هذا البحث من المحقق الخراساني في بحث الاستصحاب وكان في غنى عن تكرار هذا البحث وعلى يهال ذكره هنا ونحن إن شاء الله سنتبع هذا البحث في حلقة أخرى لأنه بالدخول في هذا البحث الآن لا يمكن إكماله غفر الله لنا ولكم إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعبد لا يرجو سوى مولا فانعم واكرم واطعم أدعوك ربي وقبيبي سامعني دائي و. واصبر واصبر وارحم